ممكن يكون في فترة من الفترات ضبطت جدولك، جدول تنشيف يعني جدول أبطال، وضبطت أكلك وضبطت تمرينك وسكت الطريق وبديت، لكنك كنت بتنشف، لكنك لاحظت في نص الطريق أن مجهودك بدأ يقل وأن مزاجك العام بدأ يتغير وأنك بدأت تحس بالإجهاد مبكر. تعرف السبب شنو؟ السبب مو تمرينك ولا جدولك الغذائي، بل هو سبب نقص هرمونات الحرق، من أعظمها هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري. هذا يحتاجه الرجل والمرأة. شو اللي يخلينا نتغلب على هذه على هذه الأعراض؟ كيف أتغلب عليها وكيف تتجاوزها؟ الأمر سهل. سووا دراسة 2006 على ناس كانوا يتمرنون وبجهاد يعني هت، ولاحظوا النقص معدن الزنك يسبب هذا الإجهاد، تلافوا هذا الخطأ ودخلوا مكمل زنك، هو موجود فلاح وموجود في أشياء كثيرة، دخلوا مكمل زنك ولاحظوا أن هذا الإجهاد والتعب انتهى وتلاشى تماما، علما أن الزنك يحتاجه الرياضي غير الرياضي، بل أنهم قالوا أن الزنك هو ثاني أو ثالث أفضل معدن يرفع هرمون التستوستيرون، وأيضا الزنك يرفع مناعة الجسم. التستوستيرون الجسم يفرز يوميا 7 جرام، إذا تمرنت رجلين يتضاعف إلى 10 مرات، يعني يوصل تقريبا 100 جرام أو زي كذا. اللي الشباب اللي يأخذون هرمونات يأخذون بالدوز الواحد 100 يوم وترك، فعشان كذا يبني مصل. الحريم اللي مجسمات يبانين عضل ما تقدر تبني عضل حتى تدخل هرمون الرجل على جسمه. إذا جو يقصون أي هرمون يقصونه في هرمون التستوستيرون. كم قوته؟ من قوة هرمون التستوستيرون. كل ما زاد هرمون التستوستيرون في جسمك كل ما أفلحت، كل ما تغير جسمك. هرمون التستوستيرون هرمون أنابوليك بناء، بل جميع الهرمونات الموجودة اللي برا كلها من مشتقات التستوستيرون كلها، ديكا